الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب ما فرض الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله من الكون مع الائمه عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف وفي هذا الباب جمع الكليني رضوان الله تعالى عليه بعضا من الاحاديث الداله على وجوب اطاعه الائمه مع بيان بعض من فضائلهم الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن يحيا حياتي، ويموت ميتتي، ويدخل جنة عدن التي غرسها الله ربي بيده، فليتولى علي بن أبي طالب، وليتولى وليه. وليعاد عدوه وليسلم للاوصياء من بعده فانهم عترتي من لحمي ودمي اعطاهم الله فهمي وعلمي إلى الله اشكو امر امتي المنكرين لفضلهم القاطعين فيهم صلتي وايم الله ليقتلن ابني أو ابني لا أنا لهم الله شفاعتي هذا الحديث بألفاظ متقاربة وبأسناد متعددة روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر هذا المضمون في مجالس متعددة لأن بعض المعاني لا يكفي ذكرها مرة واحدة، بل تحتاج إلى التكرار لكي تتركز في أذهان الناس، أو لاختلاف السامعين، أو لجهات أخرى يتم تكرار الحديث على لسان الرسول صلى الله عليه واله، وقد يكون التكرار باختلاف الألفاظ. فاحيانا نجد حديثا واحدا بالفاظ متقاربه ولعل السبب في بعض الاحيان هو تكرار الحديث من المعصوم يعني هو قال الحديث هذا الكلام في اماكن مختلفه بالفاظ متقاربه وهذا الامر موجود في القران الكريم ايضا يعني هناك بعض المعاني او بعض القصص كررت في القرآن الكريم لأجل أهداف وأغراض وليس مجرد التكرار نجد أن الأحد الآيات متقاربة من حيث الألفاظ والمعاني أحيانا باختلاف كلمة أو حرف أو جملة أو تقديم أو تأخير حسب اختلاف الغرض من الآيتين في سورتين مثلاً على كل حال هذا الحديث الذي تلوناه الان ايضا روي باسناد مختلفه والفاظ متقاربه لبيان فضل اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وعاقبه اتباعهم او مخالفتهم فاولا الرسول صلى الله عليه واله بامر من الله سبحانه وتعالى يأمر بمحبة الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بدءا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ويأمر بإطاعتهم تحبه تحبهم وتطيعهم وليس فقط محبة لهم وإطاعة لهم بل معاداة لأعدائهم الذين يعادونهم هؤلاء يعادون رسول الله صلى الله عليه واله والعداوة مع الرسول هي عداوة مع الله فلذلك تجب البراءة من اعداء الله من اعداء الرسول من اعداء من اعداء الائمة عليهم الصلاة والسلام زين لماذا يجب تجب محبتهم وطاعتهم لأن الله سبحانه وتعالى فضلهم بالعلم، بالفهم، لأنهم أقرب المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، النتيجة لهذه المحبة وهذه الإطاعة شنو هي؟ النتيجة هي الجنة، النتيجة هي رضوان الله سبحانه وتعالى، ورضوان الله منزلة منزلة فوق الجنة. ورضوان من الله أكبر الجنة نعيم يتلذذ فيه به الإنسان نزلا من عند الله سبحانه وتعالى في أكله في شربه في زواجه في توفر النعم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه بشر لكن هناك منزل أعظم من هذه النعم المادية وهي رضوان الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تشعر بأن الله سبحانه وتعالى راض عنك. هذا أكثر نعمة من أن يرزقك الله سبحانه وتعالى الأكل والشرب والزواج وما إلى ذلك في الجنة. أنت مثلا والدك يدعوك دعوة في منزله. يعطيك ما لذ وطاب من الأطعمة، يكرمك بهذه الأطعمة، زين هذا فضل منه، وأنت ترتاح وتلتذ بذلك، لكن أنت تشعر بأن والدك راض عنك، هذا الرضا يسعدك أكثر من الأطعمة الذي التي قدمها لك لتكريمك. والمؤمن هكذا في الجنة ورضوان من الله أكبر. هسه شنو هو رضوان الله؟ ذاك تفصيله قد مر في باب التوحيد، لأن رضوان الله سبحانه وتعالى أيضاً نوع من النعيم للإنسان، لكن فوق نعيم الأكل والشرب والزواج وما إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس محلاً للحوادث، فرضاه أيضاً ثوابٌ. وليس كيفية نفسانية لأن الله أسمى من أن تكون له كيفية نفسانية، على كل حال فنتيجة ولايتهم بمعنى محبتهم وطاعتهم هو هذه الجنة، والجنة درجات، بهذه المحبة وهذه الطاعة الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الإنسان الدرجات العليا. الذين أبغضوا الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والذين خالفوهم هؤلاء ماذا يكون مصيرهم المصير أن رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم القيامة يشكوهم إلى الله سبحانه وتعالى الشاكي الرسول المشتكى إليه الله سبحانه وتعالى موضوع الشكاية بغض أهل البيت وقتلهم وإيذائهم النتيجة معلومة سلفا النتيجة تصدر لصالح الرسول صلى الله عليه وآله لأن رسول الله يشكو قومه يوم القيامة في أمور مختلفة من الأمور التي يشكوها إلى الله سبحانه وتعالى القرآن في سورة الفرقان الله سبحانه وتعالى يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قسم منهم أشركوا أكثرهم كما في سورة ياسين لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وقسم منهم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هؤلاء جعلوا القرآن عظيم أخذوا من القرآن ما هو بصالحهم وتركوا من القرآن ما هو يخالف هواهم فالنتيجة أن رسول الله صلى الله عليه واله في يوم القيامة يشكوهم إلى الله سبحانه وتعالى بتركهم القرآن. وكذلك يشكوهم بتركهم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. بل أبغضوهم، بل آذوهم، بل قتلوهم. الشكاية. ثم ان رسول الله صلى الله عليه واله له الشفاعة الكبرى الله سبحانه وتعالى يعطيه الشفاعة فيأذن له فيشفع والله سبحانه وتعالى يقبل شفاعته لأن الشفاعة انما هي بإذن الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فالله سبحانه وتعالى يريد أن يغفر ذنوب مجموعة من الناس، أو يريد أن يرفع درجاتهم؛ لأن الشفاعة ليست في غفران الذنوب فحسب، وإنما في رفع الدرجات أيضًا، جعل لذلك طريقًا يأذن لرسول الله أن يشفع، فرسول الله يشفع، والله يقبل الشفاعة، فيغفر ذنوب بعض من الناس، أو يرفع درجتهم. الرسول يدعو الله سبحانه وتعالى ان لا يرضى عنهم، فإذا لم يرضى عنهم لا يأذن بشفاعتهم، وإذا شفع رسول الله شفاعة عامة، تلك الشفاعة لا تشمل هؤلاء الذين أبغضوا أهل البيت، وآذوهم وقتلوهم، فخلاصة هذا الحديث يتضمن هذه النقاط التي بيناها بشكل مختصر. قال رسول الله صلى الله عليه واله الحديث الخامس من هذا الباب: من اراد ان يحيا حياتي حياه الرسول شنو هي؟ حياه ايمان، حياه طاعه، حياه نتيجتها رحمه الله سبحانه وتعالى والجنه، من اراد ان يحيا حياتي ويموت ميتتي، يعني كما مت الايه الشريفه تقول ولا تموتن الا وانتم مسلمون يعني ان تكون على الاسلام الصحيح قولا وعملا حتى اذا جاءك الموت تموت على هذه الكيفيه لان المهم عقيده الانسان وعمله حين الموت اذا انسان مشرك لكنه تاب الى الله وامن وعمل صالحا فمات زين التوبه مقبوله والاسلام يجب ما قبله مات مسلما فمصيره الى الجنه والرضوان. اذا واحد بالعكس كان كان مؤمنا لكنه ارتد ومات على الارتداد مصيره الى النار. ويموت ميتة يعني ميته اسلام وايمان وطاعه لا ميته جاهليه. في الحديث الشريف من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليه يعني شنو؟ يعني ميتة كفر وشرك وضلال يموت ميتتي يعني يموت على الايمان الموت الذي يؤدي به الى الانتقال الى رحمه الله سبحانه وتعالى ويدخل جنه عدن التي غرسها الله ربي بيده الجنه في القران لها اسماء متعدده قد يقال انها اسماء متعدده للجنه وقد يقال ان كل اسم اسم لجنه خاصه من الجنان جنه فردوس عندنا جنه عدن عندنا مثلا وجنان اخرى ذكرت في القران جنه خلد جنه عدن العدن معناه في اللغه بمعنى الاقامه المعدن يسمى معدنا لأن الجواهر أو الم... الأمور التي موجودة هذه ثابتة في الأرض كأنها أقامت فيه. جنة عدن يعني جنة إقامة، ليست مكانا يرتحل عنه الإنسان. الإنسان في حياته مر بمراحل كثيرة قبل عالم الذر مراحل. الله سبحانه وتعالى خلق ترابا ومن ذلك التراب اختار طينة لكل إنسان بتفاصيل مذكورة في أحاديث باب الإيمان والكفر من كتاب الكافي الشريف وغيره من الكتب، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أن نقل الإنسان إلى عالم الذر ثم إلى صلب آدم ثم إلى هذه الدنيا ثم في عالم البرزخ ثم في القيامة هذه مراحل الإنسان يمر بها لا يبقى، قد تطول وقد تقصر، البرزخ قد يكون طويلاً لا ندري متى تقوم القيامه لعلها بعد مليارات السنين او اقرب من ذلك لا ندري لكن بالنتيجه تنتهي حتى لو مليارات السنين تنتهي لكن اذا دخل الانسان في الجنه فهذا لا نهايه فيه خلود يعني لا نهايه فيه وإذا واحد دخل في النار ولم يغفر له بأن تشمله الشفاعة والمغفرة ويخرج من النار كبعض عصاة المسلمين الذين يدخلون النار ليصفوا من الذنوب، هذه الذنوب يعاقبوا عليها وتنفصل عنهم آثارها، ثم بعد ذلك يخرجون من النار، لكن إذا لم يكن هكذا كان مشركًا مثلًا أو منافقا هذا يكون خالدا في النار هم فيها خالدون الجنة جنة عدن يعني الإنسان إذا دخلها لا يخرج منها أبدا والجنة اللي كان فيها آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هذه كانت من جنان الدنيا وليس الجنة التي يدخلها المؤمنون في يوم القيامة أو بعد يوم القيامة لأن تلك الجنة من دخلها خلاص لا يخرج منها أبدا فعلى كل حال ويدخل جنة عدن التي غرسها الله ربي بيده ذكرنا في بعض الأحاديث الماضية أن هذا النوع تكريم لهذا الإنسان المؤمن يعني الله سبحانه وتعالى بدون واسطة بقدرته غرس هذه الجنان بأشجارها هذا نوع تكريم احيانا مثلا واحد عظيم يريد يكرم انسان يقول هذا الطعام انا طبخته بيدي انا صنعته بيدي يعني مو الطباخ مثلا لا اني هذا تكريم للشخص زين تريد تحيا حياة النبي وتموت موته وتدخل الجنه التي غرسها الله بيده ماذا تصنع فليتولى علي بن ابي طالب. طبعا ولايه علي بن ابي طالب تتضمن التوحيد وتتضمن النبوه، لماذا؟ لانه لا يوالي عليا الا بعد اعتقاده بالله سبحانه وتعالى وبتوحيده. وبعد اعتقاده بنبوه محمد صلى الله عليه واله وانه خاتم الانبياء، وان عليا عليه السلام وصي لمحمد صلى الله عليه واله فيحبه قلبا ويطيعه عملا فليتولى علي بن ابي طالب وليتولى وليه يعني اذا واحد يحب علي بن ابي طالب انت احبه ايضا لان المؤمنين الايه الشريفه تقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض المؤمنون بعضهم يحب بعضا انت ترى انسان مؤمن لايمانه تحبه طبعا احيانا يصير تساؤل ان هناك مثلا عداوات شخصيه بين بعض المؤمنين يعني مثلا زوج مؤمن زوجة مؤمنه بينهما خلافات ادت الى الطلاق وطبيعي ان هناك يكون نوع من البغض في قلوبهما قلوب كل قلب كل واحد تجاه الاخر احيانا يصير مثلا في المجتمع نزاعات كذا وقلبا البعض منهم يعادي البعض الاخر واحيانا عملا يروح بالمحكمه يشتكي عليه زين فهذه ليس من باب بغض اولياء علي بن ابي طالب لا المقصود انه ليوالي وليه يعني لانه ولي لعلي بن ابي طالب انت تواليه اللي يبغض ولي علي بن أبي طالب هذا حرام يعني يبغضه لأنه يوالي علي بن أبي طالب أحيانا نشوف واحد إرهابي يأتي في منطقة يوجد فيها مؤمنين يفجر تلك المنطقة هل يعرفهم لا يعرفونه لا أكو بينهم عداوة شخصية لا لماذا فجرهم لأنهم أولياء لعلي بن أبي طالب يعني فبغضه لهم لأنهم يحبون أمير المؤمنين عليا عليه السلام هذا هو البغض المنهي عنه، الذي يدخل صاحبه الى النار. اما اذا قضايا شخصيه، طبعا المؤمن يجب ان ينزه قلبه من ذلك. ان لا تكون هناك عداوات شخصيه، لكن ليس المقصود في هذه الاحاديث هذا النوع من العداوات الشخصيه. وليوالي وليه، وليعادي عدوه، يعني اذا واحد عدو له علي بن أبي طالب أنت عاده حتى لو كان من أقربائك إذا واحد عدو للرسول عاده إذا واحد عدو لله سبحانه وتعالى عاده وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه اذا واحد يعادي رسول الله صلى الله عليه واله الانسان لازم يتبرأ منه يعني قلبا تكون بينه وبين ذاك مزايله وعداوه قد لا يظهر هذه العداوه لتقيه او لمصلحه مثلا يريد يجذبه الى الايمان مثلا او هو يعيش في مجتمع يضطر الى انه يتعامل مع المجتمع بالمدارات لكن قلبه لازم يعادي اعداء الله، يعادي اعداء الرسول، يعادي اعداء اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. وقد تجب اظهار هذه البراءه وقد لا تجب حسب اختلاف الظروف. فليتولى علي بن ابي طالب وليتولى وليه وليعادي عدوه وليسلم للاوصياء من بعده، هذه مساله مهمه علي بن ابي طالب له اوصياء بامر من الله سبحانه وتعالى. واحدا بعد اخر الحسن الحسين علي بن الحسين الى الامام المهدي عليهم جميعا الصلاه والسلام. يسلم لهم، يعني شنو يسلم لهم؟ يعني اي شيء قالوه يقبله، يصدقه، ويعمل به لانهم معصومون ولانهم لا يقولون شيئا الا بما اوحاه الله سبحانه وتعالى الى رسوله محمد صلى الله عليه واله ومن محمد رسول الله انتقل الى الامام علي بن ابي طالب وهكذا من امام الى امام وليسلم للاوصياء من بعده لماذا الله سبحانه وتعالى يامر بشيء نحن لازم نسلم لذلك الامر لكن أحيانا الله سبحانه وتعالى يبين السبب. هذه مسألة مهمة يجب علينا أن نراعيها. أحيانا أحكام شرعية نحن نعرف حكمتها. زين، نعرف حكمتها، نسلم لها. أحيانا لا نعرف حكمتها، لا نعرف حكمتها لجهلنا. لا لأن الحكم ليس بصحيح. أحيانا يوجد بعض الناس يقول أنا إذا ما أقتنع بالحكم ما أمتثله. يقال له إنك تقتنع أو لا تقتنع لا يغير من الواقع شيئا إذا أنت تعتقد بالله وتعتقد بأن الله سبحانه وتعالى حكيم يجب أن تسلم في كل ما قال سواء فهمت أو لم تفهم اقتنعت أو لم تقتنع فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بالنسبة إلى الرسول كذلك بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام الإنسان لازم يسلم لهم أنت الآن مثلا أصبت والعياذ بالله بمرض خطير ذهبت إلى أطباء مختلف الأطباء وصارت لجنة طبية أنه يجب إجراء عملية جراحية عاجلة وأن يبتر مثلا تبتر الرجل إذا لم تبتر الرجل مثلا هذه المرض الالتهابات تستمر وتسري إلى القلب وفيها الموت زين أنت مرة ما تعتقد بهؤلاء الأطباء زين لعدم اعتقادك ما تسلم لهم لكن إذا تعتقد بهؤلاء الأطباء اللجنة الطبية أطباء أخصائيين لعلك استشرت مجموعة من الأطباء تسلم لهم لأنهم أهل اختصاص مع احتمال أنهم أخطأوا لأن الأطباء ليسوا بمعصومين، أهل خبرة، حتى لو يكون أخصائي قد يخطئ. تسلم لهم. حتى لو أنت ما تدري شنو السبب. تسأل السبب يبينوا لك وجوه علمية باصطلاحات علمية لا تفهم ماذا يقولون. لكن تسلم لهم، لماذا؟ لأنك تعتقد بخبرتهم. إذا الله سبحانه وتعالى أمر بشيء أو نهى عن شيء، مرة واحد ما يعتقد بالله سبحانه وتعالى يخالف لأنه لا يعتقد بالله إذا إحنا نزعم بأننا نعتقد بالله سبحانه وتعالى نسلم له إذا ما سلمنا له معنى ذلك أن إيماننا فيه خلل وكذلك بالنسبة إلى الرسول وبالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام وليسلم للأوصياء من بعده لماذا؟ فإنهم فانهم عترتي من لحمي ودمي، اقرب الناس الي اعطاهم الله فهمي وعلمي يعني لا يقولون كلاما عبثا لا يقولون كلاما خطا لا ينطقون عن الهوى كما ان رسول الله صلى الله عليه واله لا يقول عبثا لا يخطئ في كلامه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم أقرب المقربين إلى رسول الله وأيضا الله سبحانه وتعالى أعطاهم العلم والفهم الذي أعطاه لرسوله محمد صلى الله عليه وآله فلذلك يجب أن تطيعهم هذه المقدمة هذه النتيجة إذا واحد الله اصطفى عصمه وأعطاه العلم فإذا يأمر بشيء لازم تطيعه هذا أمر واضح جداً لا يحتاج الى كثير من العناء لفهمه، لكن هناك من الناس من خالفوا الائمه عليهم الصلاه والسلام، مو فقط خالفوهم ابغضوهم، مو فقط ابغضوهم اذوهم، قتلوهم، شردوهم، وصنعوا ما صنعوا، زين الدنيا دار امتحان. الله سبحانه وتعالى لم يمنعهم قهرا كما انهم كانوا يقتلون الانبياء والانبياء الله سبحانه وتعالى نباهم الله غيبيا ما كان يتدخل لمنع قتل الانبياء فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان الدنيا دار امتحان كذلك الله سبحانه وتعالى امتحن هذه الأمة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى الله أشكو أمر أمتي. الأمة شنو هي؟ الأمة مجموعة من الناس. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله، قسم منهم لم يخالفوا أمر الرسول واتبعوا الأئمة. لكن قسم منهم والقسم الاكبر خالفوا امر الرسول صلى الله عليه واله وتكررت في هذه الامه ما حدث في بني اسرائيل موسى عليه السلام غاب ايام معدوده فعبدوا العجل وجعل فيهم هارون وهارون نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى وجعل فيهم هارون وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين لكن بمجرد أن تأخر موسى أو زعموا أنه تأخر ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر هؤلاء عبدوا العجل يعني حتى التوحيد تركوا عبدوا العجل وهارون قال لهم لكن ما فادهم بل كادوا ان يقتلونه، الى الله اشكو امر امتي، ليس جميع الامه، لان في الامه ناس صالحون، بل امتي المنكرين لفضلهم كلما ذكرت فضيله للائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام انكرها. المنكرين لفضلهم. القاطعين فيهم صلتي يحفظ المرء في ولده انت تصل رسول الله صلى الله عليه واله بصلتك بعترته لكنهم قطعوا عتره الرسول فقطعوا مع الرسول صلى الله عليه واله القاطعين فيهم صلتي وايم الله يعني قسما بالله ايم فيه احتمالات بعض اللغويين ذكر انه جمع ايمن يمين جمعه يكون ايمن بالتخفيف صار وايم الله يعني قسما بالله ليقتلن ابني يعني الامه المنكره لفضل الائمه القاطعه صله الرسول صلى الله عليه واله فيهم ليقتلون ابن الرسول يعني الامام الحسين ويمكن قراءته ليقتلن ابني يعني الحسن والحسين زين النتيجة شنو هي لا أنا لهم الله شفاعتي وإذا واحد لم ينل شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله لا يكون من أهل الجنة لأنه لا يدخل إنسان إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله له وهذا فيه تفصيل سنذكره في بحوث الشفاعة إن شاء الله تعالى لا يدخل أحد في الجنة إلا بعد أن يشفع له رسول الله صلى الله عليه واله رزقنا الله وإياكم شفاعته هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين